عليهم إلى الأبد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. بمقبرة الشهداء أوري عصر اليوم الثرى جثمان الفقيد الزجاري المغربي الكبير الطاهر صباطة. الراحل فارق الحياة عن سن ناهز 70 سنة، مخلفا وراءه نصوصا خالدة أثرت خزانة الإبداع المغربي. كما تميز الفقيد بحسه الوطني العالي والارتباط بقضايا المجتمع والبعد الإنساني الراقي في شخصيته. طاهر صباطة رحمه الله من الزجالين المغاربة مرموقين أثرى الزجل المغربي بمقطوعات جميلة. هذا الرجل حقيقة أعطى الكثير، الأغاني دياله كلها كانت هادفة. الأستاذ طاهر صباطة الذي أعطى الأغنية المغربية نفسا جديدا وأغانيه انتشرت في المغرب. المرحوم طاهر صباطة لأنه ولد الحومة ديالي ولد الكزا، وكتب لي تقريبا واحد المجموعه ديال لي مونولوغ، منها التبرقيق، منها نعوام، منها انا صياد ابن البحري، فالله يرحمه كان شاعر شامل. وقد اشتهر الفقيد باغنيته الخالده عندي بدويه التي كتب كلماتها سنه 63 900 و1000، وشكلت تاشيره ميلاده الفني. كما ساهم في إرساء مقومات ومعالم أغنية مغربية عصرية وهادفة سيذكرها التاريخ، فإن لله وإن إليه راجعون.